طب طلع بلد غضب الكافيتيريا بدي 10,000. اوكي. كم مرة قلت لك ما فيك تاكل بالمدرسة؟ بدك تاخذ ساندوتشز معك من هون، وإذا بدك أي شيء أنا بعمل لك إياه. اوكي. شو مطيع؟ اسكتي أنت. أصلاً على كل حال بابي بيعود لك. كيف يعني بيعود له؟ شو سمير؟ عم تعطيه المصاري شيء بالمخفى؟ ولو حياتي، إنه أنا معقولة أعمل هيك؟ ميسا؟ شو قصدك بهالحكي؟ لا قصدي إنه أنت بتعمله اللي بده إياه. مزبوط، بس إذا المامي موافقة. أكيد، معقول تعمل شيء بالخفى عن مامي؟ لك مالا مافيا؟ عم تستلموني؟ لك ولو حياتي شو هالحكي؟ شو هالحكي حياتي؟ شو هالحكي؟ بعرفك كثير منيح. يلا قوموا جيبوا يور باجز، هلا بيجي الباص. ماريا، prepare the sandwiches please. Yes mom. وقفوا عندكم. تعالوا تعالوا. قربوا شوي. هات لشوف. أنا؟ يلا طلعوا. وأنت كمان. أنا بس بيعطيني 5,000. لأنه هو صبي وأنا بنت؟ ما بعرف. هاتيهم. ميرسي. فيكن تروحوا. حياتي. إنه هيدا مصروفهم، مش ضروري يشتروا فيه أكل. إيه أكيد. إنه حدا بيصح له ياكل من أكلاتك بياكل بالكافيتيريا؟ أكيد لا. خصوصي إذا ماريا طبخته. إيه ملا سأ. لك يسلم لي أنا الحلو عاقد الحاجبين. شو بحبه شو بموت فيه. أنا كمان بحبك كثير. ماريا، في أجمل من مدام جيهان؟ Of course no. She's a beauty, ها؟ Of course yes. بيبي بيبي خلص شو؟ مالي عادي مدام مستر. عادي.